كبريت مشروع مختص في مجال التغليف والتصميم، منوفر منتجات تغليف وتصميم بكميات تتناسب مع منتجات اليدوية. بلشت الفكرة بأنه أنا عندي مشروع صغير بصنع منتجات يدوية. كنت أواجه صعوبة بتغليف هاي المنتجات، حاولت كثير أدور على أي مصدر للتغليف لحتى أوفر تغليف لمنتجاتي، فما كان أي إشي بيناسب طموحي وفكرتي والفكرة اللي براسي لأغلف هاي المنتجات. فمباشرة خطرت ببالي فكرة إنه ليه ما أنا أصنع هاي المنتجات، منتجات التغليف بكميات تتناسب مع أصحاب المنتجات اليدوية. بعد السنة وثلاث أشهر صار عندنا 30 كاستمر معتمدين كبريت للتغليف، وبيطلبوا بشكل شهري أو تقريباً كل شهرين طلبية جديدة. بداية مكنت حالي اقتصادياً من توفير مصروفاتي وحاجاتي، لبعدين صرت أحتاج ناس تشتغل معي، وبالتالي وفرت فرص عمل لسيدات تانيات. رسالتي للبنات إنه ريادة الأعمال هي مش صنعة للرجال بس، البنت ممكن تكون قدها وأكثر كمان.